أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتعرف معا في وحدة شبكة الحاسب والإنترنت على أمن المعلومات. عند استخدام الإنترنت يجب حماية ملفاتكم وبياناتكم جيدا، فبمجرد اتصالكم بالإنترنت معلوماتكم قد تتعرض للاختراق. في عالمنا التقني توجد الكثير من البيانات والمعلومات المخزنة على الوسائط الإلكترونية، مثل معلومات حسابك البنكي وكلمة المرور لبريدك الإلكتروني. هذه البيانات يجب حمايتها والمحافظة على خصوصيتها، فالإنسان في حياته يحرص على الأمن في نفسه وماله، بالإضافة إلى معلوماته الموجودة على الإنترنت. لذا سنتعرف معا على أمن المعلومات. أمن المعلومات: الحفاظ على سرية المعلومات وسلامتها وعدم تعرضها للسرقة والضياع. أمن المعلومات: يتصل مباشرة بكل من يتعامل مع الإنترنت، فقد تم تفعيل الحكومة الإلكترونية في بعض الدول، وانتشرت التجارة الإلكترونية بين الأفراد والشركات. ومع حصول اعتداءات متعددة في الإنترنت، فإن أمن المعلومات أصبح مهماً لمستخدمي الإنترنت، وذلك للحفاظ على خصوصية المعلومات السرية. في حياتنا هناك عديد من الجرائم لا تخلو منها المجتمعات كالسرقة، كذلك الحال بالنسبة للإنترنت، فهناك اعتداءات تقلق الدول والأفراد. لذا سارعت الدول بإعداد أنظمة تعاقب هذا النوع من المجرمين، ومن ذلك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية. من أشهر وسائل الاعتداءات المعلوماتية انتحال الشخصية، وهو استخدام هوية أحد مستخدمي الإنترنت للحصول على معلومات سرية أو أمنية أو مبالغ نقدية أو الحصول على بيانات المصرف. التنصت: يتم الحصول على المعلومات عن طريق التنصت على حزم البيانات أثناء تنقلها عبر شبكات الحاسب. الاختراق، وهو محاولة الوصول إلى أجهزة وأنظمة الأفراد أو الشركات باستخدام برامج خاصة عن طريق ثغرات في نظام الحماية بهدف الحصول على معلومات أو تخريب تلك الأنظمة وإلحاق الضرر بها. البرامج الضارة، وهي البرامج التي تهدف إلى إلحاق الضرر بالأجهزة أو البرامج أو الحصول على المعلومات السرية، ومن أمثلتها الفيروسات بأنواعها المختلفة. آليات أمن المعلومات: تتسابق الدول والشركات في توفير الأمن لتبادل المعلومات عبر الإنترنت، وتدفع لذلك المبالغ الطائلة. فإذا كانت الحماية قوية، فإنه يصعب الاعتداء على المعلومات. ومن أهم الآليات المستخدمة في أمن المعلومات تشفير المعلومات، وهو تحويل المعلومات عند نقلها على الشبكة إلى معلومات لا يفهمها إلا المرسل والمستقبل فقط، وذلك من خلال العديد من الأدوات أو البرامج التي تقدم خدمة التشفير. جدار الحماية، وهو برنامج يتحكم في عملية الاتصال بين الحاسب والشبكة، ويمنع البرامج الضارة
والمتسللين من الوصول إلى الحاسب، وذلك بمراجعة المعلومات ثم السماح لها بالوصول أو منعها. فجدار الحماية يشبه نقطة التفتيش التي تسمح بمرور الناس وتمنع مرور آخرين بناء على تعليمات مسبقة. النسخ الاحتياطي: قد يستغرق المستخدم في إعداد وجمع ملفات مهمة سنوات طويلة، فمن المهم الاحتفاظ بنسخة احتياطية للملفات للرجوع إليها عند فقدانها لأي سبب من الأسباب. التحديث التلقائي: يتم اكتشاف ثغرات أمنية باستمرار في البرامج وأنظمة التشغيل، ولذلك فمن المهم إغلاق تلك الثغرات قبل أن تستغل من المعتدين، وطريقة إغلاقها تتم من خلال التحديث لهذه البرامج. ومن الجيد تفعيل خاصية التحديث التلقائي بحيث يتم تحميل التحديثات بمجرد الاتصال بالإنترنت. تعرفنا معا على أمن المعلومات، وسائل الاعتداءات المعلوماتية، آليات أمن المعلومات.